نعيم قريب عباس لوين جايب من بشرفك وعي يكون منه كتير شاطر الزلمة وحلاق هيدا بكل الدنيا عباس انا بتعرف انت حلاقي بفرنسا وانا هيدي الصبغة ونيك صبغة موديل حلو وكذا بهتم كتير بقصة شعري ما بدي ينزعلي يوم بشرفك نعيم شو بدي غشك انا طلع 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 كأس اثنين ثلاثة اربع خمسة كلها كوسي من فرنسا من لندن من بلجيكا من هولندا من اسبانيا هذا الاول هذا شو بك يعني كل مرة بنمر من هون بلاقي الكوسي مشان عبينا قدامي يعني لازم يكون شاطر لك ابو ضايع عم بقول لك طيب روح هلا انت معلم مرحبا معلم اهلا يعطيك العافية اهلا كيفك كيف الصحة اهلا يعطيك العافية مرحبا كيفك اهلا منيح تمام هذا كثير نقيق طلع عليك معلم بدي تزبط لي وين صبغن هون بفرنسا عم كيف جايبين اللون انا حلاقي بفرنسا حلو كثير شاطر يا بلا صغرة لك ملا لون فات زوي كم 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 خلطة عامل لك انت طالع لونه والله مو بعرف كم خلطة عامل لك طالع لونه صدقني كم خلطة هو لوحده اشتغل ما عنده هو بس انا كثير رايق بالنسبه للقصه للموديل يعني ما بدي اياهم هلا اذا بدك انت على ذوقك هيك انه انتبه لي عليهم الله يخليك نظبط لك اياهم انا هو بده مني اقول له هو عار قال له بيعطيك شكل وجهك اللي لازم يكون طيب بس طيب يا مشتري يا تفضل معلم اسم الكريم اسم الكريم يا ابو النعم معلم فقر ضحك وخلص ما يهمك انت هلا بتعلمه على شغله هي مش هيك بس ما انا بتفوت شعر لجوا بيعملنا قصه خلص ارتاح انت بس اللي كم خلطه عم يعطيهم كل اللون شو يعني كم خلطه والله ما عم فهم عليك خي هي سر المصلحه ما عم بقول لك هو قوي بيعرف كيف كم خلطه خلص قول له اربعه 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 يا خي اربعه يا ارتاح انت بطلع كيما غشك ولا يعني بس شو اللون هيدا حلو اللون ايه ولا لون صار لك زمان معلم بهالمصلحة؟ ايه ولا همك ولا همك افتح افتح ايوه معلم عم بتنتفهم تنتيف يا معلم ارتاح ارتاح انت شوف جوا هذا كيف جيبك انا هون ما تخبيت شو فجعين اكفى معلم شوي شوي طيب ما انتبه شو يا القصر عم بوصل ايه؟ ارتاح ارتاح انت ارتاح يا نعيمة لك يا معلم شو نعيمة؟ نعيمة شو بك؟ شو القصة هيدي يا معلم؟ ما القصة خلص يا عين بتعرف شو؟ انت اللي صبغة عدة اللون عمل لك ما حبيته ولا شعر قد ايه كيف عمل لي اياه هون؟ بدهم هيك موديل غرموضة هي خلص حطي لك بمشي فيه على الطريق هيك فانكي فانكي لك شو القصة هيك؟ جنن شو بك؟ خلص عارف حاله شو عم يشتغل شو بك؟ كعم مش قصة هيك يا عباس شوف كيف صار شعراتي يا أيمن أبو النعم يا نعيم ما بدي أطلع هيك على الشارع بدك تطلع خلص لك يا معلم لك يا عم حساب أنت شاطر وحلاق ماهر ومدري شو على شو ياخذني كل هالكؤوس هيدول هالكؤوس؟ هالكؤوس على شو ياخذهم إذا بتقص هيك مثل ما بعرف شو حبيبي هول مش أخذهم أنا بالحلاقة لكن هول أخذهم بالباسكت بول كنت ألعب باسكت بول باسكت بول ولي نحن هيك كرة سلة نحن هوني كرة سلة مظبوط دخل الحلقة يا نعم طالع بتعرف انت هندي